في ملخص الجزء الاول من المسلسل اتكلمنا عن الدكتورة اسيل واللي اكتشفت ان سيف جوزها بيخونها مع تيا بنت شريك عماد واللي عندها 24 سنة واللي كانت حامل من جوزها. فقررت اسيل انها تنتقم من جوزها وكل اصحابها اللي كانوا عارفينه مخبين عليها. واول حاجة عملتها اسيل انها اتكلمت مع المحامي عشان ترفع قضية طلاق، لكنها اكتشفت ان سيف راهن البيت اللي هم قاعدين فيه للبنك، وكمان خد فلوس ابنهم عشان يشتري بيت لتيا. وبيبدا الجزء الثاني من المسلسل مع اسيل وهي في المطعم بعد ما عماد وزوجته طلبوا منها انها تتغدى معاهم. وبترتبك تيا لما بتسالها اسيل ان كان في حد بتحبه، فبترد عليها نورا والدتها وبتقول لها ان بنتها مشغوله جدا ومش فاضيه للمواضيع دي. وبيتضايق يزن ابن اسيل وبيطلب منهم انهم يمشوا، فبترفض اسيل وبتطلب من سيف انه ياخد ابنهم ويرجع البيت. فبتتعصب تيا جدا وبتمشي هي كمان، وبتتصل على اسيل وبتزعلها وده لانها بتفشي اسرار المرضى. فبتعصبها اسيل اكتر وبتقول لها انها كانت مفكره ان حبيبها طلق مراته، فبتسكت تيا ومش بتعرف ترد عليها. وبعدها بتتصل امل على اسيل وبتعرفها انها رجعت لسامر جوزها، وده لانه وعدها انه هيتغير وهيعملها حلو. فبتنصحها اسيل وبتقول لها ان عمره ما هيتغير، والدليل انه راح لها المكتب عشان يبتزها، لكن امل بتفضل مصره على رايها. فبتطلب اسيل منها انها تكلمها بالليل وده لانها محتاجاها. وبعدها بنشوف امل وهي عند تيا وبيظهر على وشها علامات ضرب، وبتعيط لها وبتقول لها انها عايزه تنزل الطفل. وبيظهر ان امل فاتحه التليفون وبتسجل لتيا، وبتسمعها اسيل وهي بتشتم فيها وبتقول عليها انها بارده وان سيف مش بيحبها ولا بيقرب منها. فبتتعصب اسيل جدا، وفي الوقت ده بيبعت لها سالم رساله وبيطلب منها انها تقابله، فبترد عليه وبتوافق. وبتتصل تيا على سيف وبتساله ان كان عايز انها تسيب الطفل، فبيرتبك ومش بيعرف يرد عليها بسبب ان اسيل بتدخل عليه، واللي بتدخل الحمام وبتفضل تعيط. وبنشوف امل وهي مع سامر واللي بيعملها حلو جدا، وده لانه مفكر انها حامل، وبتخاف امل من انها تقوله الحقيقة. وتاني يوم بيتصل سيف على تيا لكنها مش بترد عليه، وبنشوفها وهي قدام عيادة الدكتور النسا، وبيظهر انها عايزة تجهض الجنين. وبتجهز اسيل وبتلبس فستان حلو جدا عشان تقابل سالم، وبتكذب على سيف وبتفهمه انها تقابل صحابها، فبيستغرب من لبسها لكن اسيل مش بتديله فرصة وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتقابل سالم وبتسأله عن شغل سيف، فبيقول لها انه مش عايز يتكلم عن الشغل، وبيعترف لها انه معجب بيها من زمان جدا، وبيدي لها رقم اوضته وبيقول لها انه هيقدر يساعدها عشان تنتقم من سيف. فبتقرر اسيل انها تروح للاوضه وهناك بيقربوا من بعض. وفي الوقت ده بيتصدم سيف لما تيا بتروح له البيت وبتعرفه انها نزلت الجنين وانها مش عايزه تكمل معاه تاني، وبتبقى منهاره وبتعيط. وبيشوفهم يزن وبيسال ابوه عن اللي بيحصل، فبيكذب سيف عليه وبيقول له ان مفيش حاجه. وبيتفاجئ سالم لما اسيل بتقول له انها تقول كل حاجه لنادين وده لانها صاحبتها، وبيقول لها ان ده مش هيحصل وان مفيش حد هيعرف. فبتقول له اسيل انه شبه مراته وجمانه وان كلهم اعدائها وكذابين، وبتهدده وبتطلب منه انه يبعت لها كل اوراق الشغل بتاعت سيف. وبعدها بتسيبه وبتمشي، وساعتها بتفتكر فاروق المريض بتاعها واللي صور لها جوزها وهو بيحضن تيا. وبعدها بترجع اسيل البيت في وقت متاخر وبتشوفها نادين، وفي الوقت ده بيفوق سيف وبيستغرب لما مش بيلاقي اسيل جنبه، وبيلاقيها نايمه على الكنبه اللي بره، فبيقرر انه يفتح تليفونها ويفتش فيه. وبتتبسط اسيل لما بتشوفه هو قلقان وبيشك فيها، وعلى الفطار بتضايقه اكتر وبتقول له انها وصلت البيت الصبح وانها كانت قاعده مع اصحابها في فندق. ولما بتخرج بتقابل سالم لكنها مش بترضى تكلمه، وبتضايق نادين وبتروح لسيف وبتقول ان جوزها بيخونها، فبيدافع سيف عن سالم وبيقولها ان عمره ما يخونها. فبتتعصب نادين وبتقول ان كلهم شبه بعض وان كلهم خونه، فبيضايق سيف وبيقولها انه مستحملها لانها متعصبه وان هو بيحب مراته جدا، لكنه بيتصدم لما نادين بتقوله ان ربنا يستر ومراته ما تحبوش بنفس الطريقه، وعشان كده بيتصل سيف على جمانه وبيسالها ان كان في حاجه متغيره في اسيل، فبتقوله انها عاديه. وبتساله عن الورد اللي جابه لها، فبيتفاجئ سيف وده لانه ما جابش حاجه لمراته، وبيبدا يشك اكتر انها تعرف حد تاني. ولما بيجي الليل بتروح اسيل المكتب بتاع سالم، وبتعرف منه ان شركه سيف خسرانه وانه مش عارف يدفع مرتبات الموظفين وانه كمان هيعلن افلاسه قريب. فبتتعصب اسيل وبتطلب من سالم انه يتصرف، فبيقول لها انها اكيد عارفه المقابل، وبيطلب منها انها تقابله تاني يوم. فبتسيبه اسيل وبتخرج. وفي الوقت ده بتشوفها نادين، فبتشك اكتر في جوزها، وبعدها بتفتحه في موضوع الخلفه وبتقوله انها عايزه تبقى ام. فبيتعصب سالم وبيقول لها انه قفل الموضوع ده وده لانه مش عايز يرجع يحاول ويبقى في ضغط تاني. فبتزعق له نادين وبتقوله انها عايزه تبقى ام. وفي الوقت ده بيحاول سيف انه يفتح تليفون اسيل لكنها بتدخل عليه، وبتلاقي رساله من سالم. وتاني يوم بتروح نادين لجمانه وبتقول لها انها هتخسر سالم لو ما خلفتش، فبتقول لها جمانه ان الموضوع صعب، فبتسيبها نادين وبتمشي. وساعتها بتشوف اسيل وبتطلب منها انها تشرب قهوه معاها، وبتكلمها نادين في موضوع الخلفه وبتطلب منها انها تساعدها، فبتقول لها اسيل انها اتاخرت على الشغل وبتسيبها وبتمشي. وفي الوقت ده بيجهز سالم وبيستنى اسيل في الفندق، واللي بتتفاجئ لما بتقابل نوره وبتعزمها هي وجوزها على العشاء، فبتقول لها اسيل انها هتفكر وهترد عليها
وبعدها بتسيبها وبتقابل المحامي بتاعها واللي بيطلب منها انها تصبر شوية لحد ما يبقى معهم كل الاوراق. وبيتضايق سالم لما اسيل مش بترد عليه وبيقرر يروح لها البيت، وبتتفاجئ لما بترجع وبتشوفه وهو بيلعب مع سيف، وبتتعصب اسيل عليه فبيهددها سالم بموضوع علاقتهم وبيقول لها انها مش هتعرف تاخد حاجة من سيف لو الموضوع اتعرف، وانها كمان ممكن تخسر حضانة ابنها، وعشان كده بيبتزها سالم وبيطلب منها 50,000 دولار عشان يبقى المستشار المالي بتاعها ويساعدها، والا هيقف في صف سيف ويخسرها كل حاجة. فبتتحدى اسيل وبتقوله انها تخلص عليه قبل ما يعمل اي حاجة. وفي الوقت ده بيدخل سيف عليهم فبيطلب سالم منهم انهم يخرجوا، وبيتكلم سيف معها عن تيا وبيبقى متضايق انها نزلت الجنين من غير ما تقوله، وبيرتبك سالم لما سيف بيتكلم عن مراته وعن الورد اللي جالها. وبنشوف نورة وهي بتتكلم مع عماد عن بنتهم وبتقترح عليه انه يخلي السواق يراقبها عشان يعرفوا هي بتعمل ايه، فبيوافق على طول عشان يتأكد ان كان ثابت الشخص اللي هي مرتبطة بيه ولا لا. وبيرجع يزن البيت مع والده وساعتها بيفتكر اليوم اللي تيا راحت لهم فيه، وبيدخل سيف على اسيل وبيلاحظ انها متضايقة فبيطلب منها انها ترتاح وما تتعبش نفسها في الشغل، لكن اسيل بتكلمه وحش وبتسيبه وبتمشي. والتاني يوم بيوصل الدكتور ايمن المستشفى وبيبقى عايز يتعرف على اسيل واللي بتكون قاعدة مع فاروق، وبترتبك اسيل لما بيرجع يكلمها عن جوزها فبتشكره على اللي عمله معاها وبتطلب منه انه ما يتدخلش تاني في مشاكلها العائلية، وبتقترح عليها انها تكلم دكتور نفسي علشانه. فبيتعصب فاروق عليها وبيقول لها انه مش مجنون، فبتتصدم اسيل وبتفتكر والدتها لما كانت بتتخانق مع والدها وبتقوله انها مش مجنونة. وبيدخل ايمن عليهم وبيبعد فاروق عن اسيل واللي بتبقى منهارة ومش قادرة تاخد نفسها. وفي الوقت ده بيرجع سامر من الشغل متضايق بسبب ان مديره طرده، وبعدها بشوية بيشوف الحبوب المنومة اللي امل بتاخدها فبيتخانق معها بسبب خوفه على الجنين، وبيعرف ان اسيل هي اللي كتبت لها الدواء. فبيروح لها سامر المستشفى وبيطلب منها 100,000 دولار مقابل انه ما يفضحهاش ويقول انها بتكتب منوم لمراته. فبترتبك اسيل وبتقوله انها كانت بتساعد امل وده لانها ما كانتش بتعرف تنام بسببه. فبيقول لها سامر انه كان زعلان علشانها لكنه ما بقاش متعاطف معها بعد ما عرف انها بتكتب دواء لواحده حامل. فبتتفاجئ اسيل لكنها مش بترضى تقوله الحقيقه. وبعدها بيتصل فاروق عليها وبيطلب منها انها تشوف الفيديو اللي بعته لها، فبتنهار اسيل لما بتشوفه وبتعرف انه يزن شاف سيف مع تيا. وبتروح اسيل البحر وساعتها بتفتكر لما شافت والدها وهو بيخون والدتها، وبتنهار اسيل اكتر لما بتفتكر خيانه جوزها واصحابها ليها، وبتنزل البحر وبتفضل تصرخ. وفي الوقت ده بيكون يزن في المدرسه وبيرن عليها لكنها مش بترد وبيقلق جدا، وبتشوفه ريم السكرتيره وبتتصل على سيف وبتعرفه اللي بيعرف من جمانة اللي حصل لاسيل مع فاروق. وبنشوف اسيل وهي ماشيه على الطريق لوحدها وبتفتكر اليوم اللي والدها ووالدتها ماتوا فيه بسبب انهم كانوا بيتخانقوا وعملوا حادثه، وبتفوق اسيل على صوت رفيق وهو بينادي عليها وبتقعد معاه وبتحكي له اللي حصل لها، وبتقوله انها كانت عايزه تقتل جوزها لما عرفت بخيانته لكنها ما قدرتش. فبينصحها رفيق انها تاخد ابنها وتسافر لامريكا وده لانها ملهاش حد حتى اصحابها يبقوا اصحاب سيف، فبترفض اسيل عشان ابنها واللي مش بتبقى عايزه انه يتربى في مكان تاني غير بلده، وبتعيط وبتقول له انها مش عايزه ابنها يعيش اللي هي عاشته وعشان كده جوزها هو اللي لازم يمشي مش هي. وبعدها بترجع اسيل البيت وبيحضنها ابنها قوي فبتطمنه عليها وبتطلب منه يدخل اوضته، وبيحاول سيف انه يقرب لها وبيقول لها انه كان قلقان عليها لكن اسيل مش بتديله فرصه وبتبعد عنه وبتمشي. وبنشوف سامر وهو بيجهز الاكل لامل واللي بتبقى مبسوطه جدا من معاملته ليها، وبتساله ازاي جاب فلوس فبيقول لها انه يعمل اي حاجه عشان تبقى كويسه هي والجنين، وبيطلب منها ما تاخدش المنوم تاني. وتاني يوم بيصحيها عشان تجهز ويروح المستشفى عشان يطمنوا على الجنين، وبتحاول انها تقول له الحقيقه لكن سامر بيبقى متحمس جدا وبينهار لما امل بتقول له انها مش حامل، وهو بيفضل يعيط لكنه بيعرف انها عملت كده عشان اسيل، وبتدافع امل عن نفسها لكن سامر مش بيسمعها وبيطلقها. وبعدها بتشوف امل تيا وهي بترمي هدوم سيف في الزباله وبتقول لها تيا انهم سابوا بعض، وبنعرف انها كانت بتكذب على سيف وانها ما سقطتش الجنين. وبتروح امل لاسيل وبتدي لها مفتاح الشقه وبتحكي لها كل الكلام اللي تيا قالته لها، فبتشكرها اسيل على كل اللي عملته معاها وبتدي لها التقرير اللي بيثبت انها تعرضت للضرب من جوزها وبتقول لها انها ممكن تحتاجه، لكن امل بتبقى زعلانه جدا بسبب طلاقها من سامر فبتقول لها اسيل انها تفضل جنبها. وفي الوقت ده بيتصل سالم عليها وبيقول لها ان عنده ليها خبر عظيم واللي بيخص شغل سيف، واللي بيتفاجئ لما تيا بتتصل عليه وبتقول انها تروح له الشركه في نفس الوقت اللي السواق بيراقبها فيه، لكن بتظهر عربيه قدامه فجاه ومش بيلحقها. وبيرتبك سيف لما اسيل بتتصل عليه وبتقول انها تروح له المكتب وده لانها عندها مفاجاه. وبعدها بتوصل تيا وبتدي السلسله لسيف وبتقول ان دي اخر حاجه ما بينهم، لكن سيف بينجح في انه يخليها تتراجع وبيقول لها انه بيحبها ومش هيقدر يتخيل حياته من غيرها، فبتتاثر تيا وبتحضنه. وبيتفاجئ سيف لما بيعرف منها انها ما نزلتش الجنين زي ما قالت له. وفي الوقت ده بتوصل اسيل وبتشوف تيا وهي راكبه العربيه، وبعدها بتاخد سيف ومش بترضى تقول له على المفاجاه، وبيتصدم
سيف لما بيروحوا البتية وبتقولوا أسيل إن نورا دعتها وإن هي وافقت عشان المشروع بتاعه، وبتتفاجئ نورا لما بتشوفهم وبتطلب منهم إنهم يدخلوا، فبتشوف أسيل صورتية وبتوقعها على الأرض وبتكسرها في نفس الوقت اللي هي بتدخل فيه عليهم، وبترتبك لما بتشوفهم وبتضايق أسيل تيا وبتحكي عن قصة حبها هي وسيف فبتغير تيا، وبعدها بتضحك لما والدتها بتقول لأسيل إن علاقتها حلوة أو بسيف، فبتتعصب أسيل على تيا وبتسألها عن سبب ضحكتها، وبتقرر أسيل إنها تفضح علاقتها بجوزها وبتحكي كل حاجة لعماد، وبتقوله إن بنته حامل من الراجل اللي هيشاركه، فبيزعلهم عماد وبيطردهم من البيت. في نفس الوقت اللي سالم بيروح في الفندق عشان يقابل أسيل، لكنه بيتصدم لما بيلاقي نادين موجودة، وبيظهر إن أسيل هي اللي بعتت لها رسالة وعرفتها، وبتخرج أسيل من بيت عماد وبيجري سيف وراها وبيسألها هي عارفة من إمتى، فبتقوله من ساعة ما شافت الصور على تليفونه اللي في عربيته، فبيسألها عن السبب اللي خلاها ما تقولوش بدل ما تفضحهم، فبتزعله أسيل وبتقوله إنها طلبت منه إنه يعترف لها وساعتها كانت هتسامحه، لكنه أصر إنه يكذب وهو عينه في عينها، فبيتأسف لها سيف وبيقول لها إنه خاف يسيبها هي وابنه ويخسرهم، فبتسأله أسيل عن السبب اللي خلاه ما يسيبش تيا، وبتتصدم لما بيقول لها لأنه بيحبها، وبتتعصب أسيل عليه وبتطرده من بيتها وبتقوله إنه هيخسر كل حاجة حتى شركته، وبيتفاجئ سيف لما بتقوله إن سالم عرفها كل حاجة قبل ما يدخل معاها في علاقة، فبيسكت سيف ومش بيعرف يرد، وفي الوقت ده بتدخل تيا عليهم وبتتخانق مع أسيل وبتقول لها إنها مجنونة، فبتقول لها أسيل إنها لازم تشكرها لأنها سابته لها، وده لأنها كانت هتفضل طول عمرها تستنى لو هي ما عملتش كده، وبتنهار نادين وهي بتتكلم مع سالم وبتسأله إن كان بيكرهها للدرجة دي، فبيحلف لها سالم إن الموضوع ملوش علاقة بيها، فبتسيبه نادين وبتمشي، وبتعيط أسيل طول الطريق، وفي الوقت ده بترجع تيا هي وسيف لبيتهم وبتبقى متعصبة جدا، لكنها بتلاحظ إن سيف متضايق وبتقوله إن أسيل هتلاقي واحد تاني وهتعيش حياتها، فبيقول لها سيف إن في ابن ما بينهم وإنه متضايق من اللي حصل، وبعدها بيتصل على سالم لكنه مش بيرد عليه، فبيقرر إنه يروح له البيت، وبتطلب تيا منه إنه ما يتأخرش وده لإنها تستناه هي والطفل، وبيخبط سيف على نادين وبيسألها عن جوزها، لكنها مش بترضى تقوله مكانه عشان سيف ما يأذيهوش، واللي بيرجع لبيت تيا واللي بتقوله إنها خايفة وزعلانة على والدها، لكن من جواها هي مرتاحة لإنها مش هتضطر تفكر في علاقتهم تاني، وفي الوقت ده بنشوف عماد وهو متضايق وبتحاول نورا إنها توسيه، لكن عماد بيقرر إنه يتبرى من بنته، فبتقوله نورا إن سيف هو اللي ضحك عليها، فبيتعصب عماد وبيقولها إن بنتهم الصغيرة وإنهم فشلوا وما عرفوش يربوها، وبيكتشف إن أسيل ناوية تعمل أي حاجة عشان تنتقم وإنها كانت بتلعب بيهم من زمان، وتاني يوم بتفوق أسيل وبتتبسط لما بتشوف ابنها وهو نايم جنبها، وبعدها بتروح لها جمانة بعد ما عرفت اللي حصل من نادين، لكن أسيل مش بترضى تدخلها وبتقول لها إنها مش مهتمة باللي هيحصل لهم، وبتحذرها من إنها تقرب منها أو من ابنها، وبعدها بتقفل الباب في وشها، فبتتصل جمانة على سيف وبتتراب لما بتعرف إنه هيقابل سالم، وعشان كده بتتصل على نادين وبتعرفها، وفي الوقت ده بيوصل سالم للشركة، فبينزل سيف من العربية وبيضربه وبيقوله إنه طول عمره بيغير منه ومن سعادته ومن حياته كلها، فبيضربه سالم وبيقوله إنه ما يسويش أي حاجة من غير أسيل وإن هي اللي ورا شركته وبيته وكل فلوسه، فبيتعصب سيف وبيبقى عايز يموته، فبيقوله سالم إنه كان عايز ياخد أسيل منه لكنه ما عرفش لأنها مش بتفكر غير فيه وإن هي خانته عشان تنتقم منه، وفي الوقت ده بتوصل نادين وبتحمي جوزها من سيف، واللي بيتفاجئ لما بتقوله إنها عارفة كل حاجة ومش بتوافق إنه يتدخل بينها وبين سالم، واللي بيتف سيف عليه وبيقوله إنه مش هيسيبه، وبعدها بتقول نادين لسالم إنها جت عشان تبعد سيف عنه وبس، وبتسيبه وبتمشي، وبتتصل نادين على والدتها عشان تحكي لها لكنها مش بتقدر، وده لأن والدتها بتعيط بسبب إن أخت نادين هتتطلق، وبتفوق تيا ومش بتلاقي سيف موجود، وبتتفاجئ لما والدتها بتروح لها، وبتحاول تيا إنها تدافع عن نفسها لكن والدتها مش بتديلها فرصة، وبتهزقها بسبب اللي عملته فيهم وبتقول لها إنها حطت راسهم في الطين، وفي الوقت ده الباب بيخبط وبتتصدم تيا لما بتلاقي أسيل بعت ورقة طلاقها لسيف، وبيستغرب يزن لما بيشوف والدته هي بتغير كالون الباب، وبتكذب عليه وبتقوله إنها ضيعت مفتاحها، وبعدها بتقابل أسيل ريم وبتعرفها إنها تتطلق، وبتعرض عليها إنها تقف في صفها، وده لأنها عرفت إن سيف هيفلس، فبترتبك ريم ومش بتعرف ترد، وفي الوقت ده بتوصل نادين وبتسأل أسيل إن كانت استريحت بعد ما خربت بيتها، فبتقولها أسيل إن بيوتهم ما كانتش بيوت وده لأنها مبنية على الخيانة والكذب، وإن هي عرفتها الحياة عشان هي صاحبتها، وبتزعل أسيل لما بتعرف إن نادين ما كانتش بتعتبرها صاحبتها وإنها كانت شايفاها متكبرة وشايفة نفسها عليهم، وبيرجع سيف البيت وبيتصدم لما بيشوف ورقة طلب الطلاق واللي بتكون أسيل حاطة فيه شروطها وهي إنها تاخد ابنهم والبيت، وبيتعصب سيف جدا وبيقول لتانه مش هيسيب ابنه، فبيروح سيف لأسيل وبيسألها عن الشروط اللي هي طلبها، فبتقوله إنها مش هتسيب له حاجة وده لأن كل اللي هو فيه بسببها هي، وبتقوله إنها مش هتخسر ومش هتسيبه يدمر مستقبل ابنهم، فبيزعلها سيف وبيطلب منها تطلع نفسها من الموضوع، فبتقوله أسيل إنها هتبيع البيت اللي هو اشتراه لتيا وبفلوسه هتفك رهن البيت وكمان هتاخد الفلوس اللي حطها في البنك، فبيسألها سيف عن اللي هتعمله لو هو مرضيش، فبتهدده إنها مش هترحمه وإن هو لازم يتحمل مسؤولية اللي عمله، وبتطلب منه إنه ياخد هدومه وبتطرده من البيت، وبعدها بيروح سيف لجمانة وبيتعصب عليها بسبب إنها كانت عارفة ومخبية عليه، فبتقوله إنها حاولت
حاولت تلمح له كذا مرة لكنه ما كانش بيسمع كلامها، وانها حاولت كتير عشان جوازهم يفضل مستمر، وبتطلب نورا من عماد انهم يلموا الموضوع ويتجوزوا بنتهم لسيف، خصوصا بعد ما مراته طلبت الطلاق. فبيتعصب عماد وبيقولها انه ما عندوش بنت وانه اعتبرها ماتت. وفي الوقت ده بيروح سامر لبيت امل وبيفضل يخبط عليها وبيطلب منها انها تفتح، وبيشوفوا سيف وبيتخانق معاه لما بيجيب سيره اسيل، وبيقرر سامر انه يحكي له كل حاجه. وتاني يوم بتروح اسيل المستشفى وبتستغرب من نظرات الموظفين ليها، وبتعرف ان في حد عمل صفحه باسمها وبيفضحها عليها. وبتتصدم اسيل لما بتدخل مكتب مدير المستشفى وبتلاقي سامر وسيف موجودين، وبتعرف انهم بلغوا عنها وقالوا للمدير انها بتدي ادويه منومه لامل عشان تخليها تراقب جوزها. فبتحاول اسيل انها تدافع عن نفسها لكن سيف مش بيديلها فرصه، وبيطلب من المدير انه يعمل له تقرير باللي حصل عشان يرفع بيه قضيه على اسيل وياخد حضانه ابنه. فبتفقد اسيل اعصابها وبتضربه بالقلم، وده لان سيف بيشبهها بوالدتها وبيقول لها انها مجنونه زيها وانها قتلت والدها عن قصد. فبتقول له اسيل انها مش هتسمح له ياخد ابنها منها، لكن المدير بتاعها بيطلب منها انها تاخد اجازه لحد ما يتناقش مع صاحب المستشفى. فبتدخل اسيل مكتبها وبتلم حاجتها وبتحزن وهي بتفتكر كل النجاحات اللي عملتها في المستشفى. وبعدها بتتصل المشرفه النفسيه على اسيل وسيف وبتطلب منهم انهم يروحوا المدرسه ضروري. وفي الوقت ده بيروح سامر للكافيه اللي امل بتشتغل فيه وبيعرفها انه طرد اسيل من المستشفى. فبتتخانق امل معاه وبتقول ان اسيل كانت بتساعدها عشان تتخلص منه. وبعدها بتطرد سامر من الكافيه وبتقول انه انسان بشع. وبتوصل اسيل المدرسه وبتعرف ان يزن بيعمل مشاكل وبيتخانق مع اصحابه. فبتعرف المشرفه انها هتطلق هي وجوزها، وبيهدد سيف اسيل وبيقول لها انه هياخد ابنهم منها وان يزن هيختار هو عشان يعيش معاه. وبعدها بتتصل امل على اسيل وبتعيط وبتعتذر لها على اللي حصل وبتقول لها ان سامر عرفها. فبتطلب اسيل منها انها ما تعتذرش وده لانها ما عملتش حاجه. وبيرجع سالم للبيت ومش بيلاقي نادين، وده لانها بتتغدى مع جمانه بره. وبيتاثر سالم لما بيشوف القطه بتاعت مراته وبيفتكر لما كان بيطلب منها انها تمشيها. وفي الوقت ده بتكون تايه مع والدتها واللي بتبقى مصدومه من الخبر اللي انتشر عن اسيل، وبتقول نور عليها انها مجنونه. وبترجع اسيل البيت وبتشيل كل حاجات سيف من على المكتب، وبعدها بتجهزه وبتحط كل حاجتها فيه، وبتروح نورا هي وتايه للمطعم. وهناك بيقابلوا زوجة صاحب المستشفى اللي اسيل بتشتغل فيها، وبتتضايق تايه لما زوجة صاحب المستشفى بتمدح في اسيل وبتقول انها مش مصدقه اي حاجه من اللي اتقالت عليها، وانهم ادوهم اجازه بسبب انها بتمر بفتره صعبه لان جوزها بيخونها. فبترتبك نورا ومش بتعرف تتكلم. وبتتفاجئ نادين لما بترجع البيت وبتلاقي سالم بيلعب مع القطه بتاعتها، ولما بيجي الليل بيحاول انه يتكلم معاها، لكن نادين مش بتديله فرصه وبتقول انها قاعده في البيت لفتره مؤقته لحد ما مشكله اختها تتحل. وبيرجع سيف للبيت وبيظهر عليه الزعل، وبيعرف تايه ان والدها سحب المشروع بتاعه وانه بيطالبه بالفلوس بتاعته. فبتواسيه تايه وبتقول انه محتاج يصبر وكل حاجه هتتظبط، لكن سيف مش بيفكر غير في حضانه ابنه. فبتخاف تايه ان علاقتهم تتاذي بسبب اللي عايز يعمله، فبيطمنها وبيقول لها ان حياتهم هتبقى احسن ومفيش حاجه هتحصل لهم. وفي الوقت ده بتقرر ريم انها تساعد اسيل، وبتوريها هي والمحامي كل اوراق الشغل في نفس الوقت اللي نادين بتقرر فيه انها تفضح اسيل على النت، وبتنشر انها كدابه وخاينه. وتاني يوم بيقابل سالم جومانه عشان تساعده انه يرجع زوجته، لكن جومانه بتتعمد انها تخوفه وبتقوله ان نادين هتطلق منه وانه المفروض يسهل عليها اجراءات الطلاق. وبيتفاجئ عماد لما تايه بتروح له البيت وبتترجى انه يساعد سيف، فبيتعصب والدها وبيسالها ان كان ليها عين تدافع عنه. فبتعيط تايه وبتقول انه سيف مش هيقدر يخسر ابنه، فبتزعلها نوره وبتهزقها بسبب كلامها. وبيسيب عماد بنته بعد ما بيقول لها ان كان عنده بنت وماتت، وبيحاول سيف انه يلاقي مستثمر جديد لشغله لكنه بيفشل. وفي الوقت ده بتروح اسيل لعماد وبتطلب منه يكمل المشروع مع سيف عشان تاخد منه فلوسها، وبتهدد عماد انها هتفضحه لو ما عملش كده وهتقول انه كان بيستثمر في مشروع غير قانوني. فبيتصدم عماد وبتقول له اسيل انه هيكمل المشروع وهيقسموا الفلوس بالتساوي، وانه كمان هيقنع سيف بالطلاق. وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبيقرر ايمن انه يساعد اسيل، وبيطلب من المساعده بتاعتها انها تكلم امل وتقنعها انها تشهد، فبتوافق المساعده على طول وبتروح لامل وبتكلمها. ولما بيجي الليل بتقابل اسيل ايمن وبتطلب منه يساعد رفيق، وبتحكي له قصته وبتقول له انه محتاج لدكتور نفسي، وبتشكر ايمن لما بيوافق. وبيسمع سالم كلام جمانه وبيرجع البيت وبيحاول انه يعمل اكل لنادين عشان تحس انه اتغير وانه عايز يرجع لها بجد. وبيتصدم سيف لما عماد بيروح له وبيحكي له اللي اسيل قالته له، وبيطلب منه ينفذ كلامه، لكن سيف بيرفض وبيقول انه مش هيسيب ابنه الاسيل ولا هيديه قرش من فلوسه. وبتتصل تايه على سيف بعد ما بتعرف انه رفض مساعده والدها، فبيتعصب سيف وبيقول لها ان ابوها متفق عليه هو واسيل. وبتروح امل للمستشفى وبتدافع عن اسيل وبتقف في صفها، وبتقول لصاحب المستشفى انها كانت بتساعدها. وفي الوقت ده بترجع نادين للبيت وبتصر على رايها ومش بترضى تسامح سالم. في نفس الوقت اللي سيف بيروح لاسيل وبياخد منها خاتم امه وبيقول لها انها كانت مخدوعه فيها، فبترمي له اسيل الدبله وبتطلب منه انه يبعد عن يزن عشان ما يطلعش كده
كداب زيه، فبيهددها سيف وبيقول لها انه هياخد ابنهم منها باي طريقه، وبيرجع يتكلم عن والدتها وبيقول لها انها بتعيد اللي هي عملته عشان هي مجنونه زيها. فبتنهار اسيل وبتفضل تصرخ، وبعدها بيتصل سيف على نادين وبيطلب منها انها تقابله، وبتتفاجئ لما بيطلب منها انها تساعده وتشهد ضد اسيل في المحكمه وتقول انها خانته مع جوزها. فبترفض نادين وبتقول انها مش هتبعد يزن عن والدته، فبيتضايق سيف وبيسيبها وبيمشي. فبتروح نادين لاسيل وبتعرفها اللي حصل، فبتسالها ان كانت هي اللي نشرت الاشاعات اللي على النت. فبتعترف نادين بالحقيقه وبتقول لها انها ما قدرتش تشهد ضدها عشان يزن، وده لانها بتعتبره ابنها اللي ما خلفتوش. وبترتبك اسيل لما بتسالها نادين عن السبب اللي خلاها ما تفكرش في ابنها وهي مع سالم، وعشان كده بتعتذر لها اسيل. وبعدها بتروح المستشفى وبيحكي لها المدير على شهاده امل، وبيقول لها انهم هيضطروا يمدوا الاجازه بتاعتها شويه لحد ما الاشاعات تختفي. فبتشكره اسيل وبتتصل على امل وبتشكرها هي كمان. وبتتفاجئ اسيل لما بتعرف ان ايمن هو ورا كل اللي حصل، لكنها مش بتلاقي وقت عشان تشكره. وفي الوقت ده بتروح تيا لامل وبتزعق لها، فبتقول لها امل انها مصاحبه واحد متجوز وعنده ولد. فبتتعصب تيا وبتقول لها انها ما كانتش تعرف وان هي ما قدرتش تسيبه لانها بتحبه. فبتقول لها امل انها كان عندها القرار، وبتعرفها ان سيف بيضحك عليها زي ما ضحك على زوجته. فبتقول لها تيا ان هي اللي غلطانه عشان وثقت فيها وان ربنا هياخد حقها منها. وبيرتبك سيف لما بيروح له صاحب المكتب اللي هو شغال فيه وبيطلب منه انه يمشي بسبب انه مش بيسدد الايجار. وبنشوف عماد وهو بيشرب وبيبقى متعصب بسبب الاهانه اللي حصلت له من سيف، وبيتعصب على نوره، وده لانها بتعرض عليه انه يساعد سيف ويخلوه يتجوز بنتهم. ولما بيرجع يزن للبيت بيتصل على والده وبيساله امتى هيرجع، وبيشك ان في مشاكل بينه وبين والدته، فبيوعده سيف انه مش هيبعد عنه تاني ابدا. فبيتخانق يزن مع والدته وبيقول لها ان والده مش موجود بسببها وانه بيكرهها من كل قلبه. فبتنقهر اسيل وبتجري ورا ابنها وبتترجاه يفتح لها الباب لكنه مش بيرضى. فبتبعت اسيل رساله لسيف وبتطلب منه يقول الحقيقه ليزن، فبيرفض سيف وبيقول لها انه هيقوله في الوقت المناسب. وفي الوقت ده بتبعت جومانا رساله لسالم وبتعرفه انه حماته عندهم في البيت، وبتقول انه عنده فرصه يصلح اللي حصل. وبتفضل اسيل قاعده قدام باب ابنها وبتترجاه يفتح الباب وبتوعده انها مش هتدخل، فبيوافق يزن وبيسمع كلامها. وبعدها بتنام اسيل وبتحلم ان سيف اقتحم بيتها وخد يزن، واللي بيوافق انه يروح مع والده وبيقول لهم انه مش عايز يعيش معاه. فبتترجاه اسيل لكنه مش بيسمع كلامها. وبعدها بتظهر حماتها في الحلم واللي بتلومها وبتقول لها انها طلبت منها تسامح عشان ابنها، وبتقول لها انهم كلهم غلطوا ولازم يتحملوا اللي عملوه. فبتفضل اسيل تعيط لحد ما بتصحى من النوم مخنوقه. وبترتبك نادين لما سالم بيرجع البيت وبيستغل ان والدتها موجوده، لكنها مش بترضى تسامحه وبتطلب منه ينام بره. وتاني يوم بتصحى تيا على صوت الباب وهو بيخبط، وبتتفاجئ لما بتفتح وبتلاقي يزن قدامها. فبتنادي على سيف واللي بيتصدم لما بيشوف ابنه، وبيكذب عليه وبيفهمه ان هو وتيا اصحابه بس، وان هو بيت عندها بسبب ان في مشاكل بينه وبين مامته. فبيسال يزن تيا عن صداقتها مع والده على الرغم من انها صغيره عنه كتير، فبتقول ان العمر مش مهم بين الصحاب. وبتلاحظ تيا ان يزن مش عايز يقرب لها. وبعدها بيوصل والده للمدرسه وبيترجى يزن انه يرجع البيت، فبيوعده سيف انه هيرجع. وبعدها بيتصل على اسيل وبيزعق لها وبيقول لها انه بينتقم منها في ابنهم. فبتقول له اسيل انها ما كانتش متوقعه انه مش هيحكي حاجه. وبعدها بتتصل نورا على سيف وبتطلب منه انه يقابلها، وبيتفاجئ لما بتقول انها هتساعده عشان اسيل تسيب البلد وتمشي وهتساعده انه ياخد ابنه. وفي الوقت ده بتروح تيا لاسيل وبتطلب منها انها تبعد عنها هي وحبيبها، فبتطردها اسيل من البيت، لكن هي بترفض وبتبقى عايزه تضايقها وتقطع الورد بتاعها. انها فجأة بتتعب وبتحس انها تسقط، فبتقلق اسيل وبتاخدها للمستشفى وبتتصل على نورا وبتعرفها. وبعدها بتتصل على جومانا وبتطلب منهم انها تساعد تيا. وبتوصل نورا المستشفى وبتزعق لاسيل وبتسأل عن اللي عملته في بنتها، فبتدافع زوجة صاحب المستشفى عن اسيل وبتعرفها ان هي اللي انقذت تيا. وبيتصدم كل الموجودين لما اسيل بتطلب من نورا انها تتصل على سيف، وده لان والد الجنين. فبترتبك نورا ومش بتعرف ترد، وده لانها اتفضحت قدام كل الموجودين وبيعرفوا ان بنتها حامل. في الوقت ده بيكون ايمن واقف وبيسمع كل حاجه، وبعدها بيقعد مع اسيل وبيتكلم معاها واللي بتحكي له عن حياتها وبتقوله انها كانت مبسوطه من شهر بس. وبيوصل سيف للمستشفى وبيتخانق مع اسيل وايمن وبيقول لها انه هياخد يزن منها لانها مجرمه. فبتقوله اسيل انه لازم يموتها الاول قبل ما ياخده منها، وبتركب اسيل عربيتها عشان تاخد يزن من المدرسه. فبيسيب سيف تيه وبيجري ورا اسيل واللي بتسوق بسرعه عاليه جدا وبتخبط عربيه سيف. وبعدها بتروح المدرسه وبتاخد يزن وبتهرب، وبيعرف سيف مكانهم عن طريق تليفون ابنه، لكن اسيل بترميه من الشباك. فبيخاف يزن وبيتصل على والده، وبيترعب سيف لما بيسمع صوت ابنه وهو بيزعق وبيطلب من امه انها تنتبه. فبتاخد اسيل التليفون من ابنها بالغصب وبتقفله، وعشان كده بيتصل سيف على الشرطه لكنهم مش بيرضوا يتحركوا غير لما يعدي 24 ساعه الاختفاء. وبعدها بتوصل اسيل البحر وبيظهر عليها انها
مش كويسة، وبتتأسف لابنها وبتقوله انها كانت خايفة تخسره، وبتسأله ان كان هيسيبها لو قالت له انها هتموت لو بعد عنها، فبيخاف يأذن وبيبعد عنها. وبتفتكر اسيل كلام سيف وبتصدق انها مجنونة زي والدتها، وبتفقد اعصابها لما ابنها بيقولها ان هي السبب في اللي حصل لوالده وان هو تعيس بسببها. فبتحضنه اسيل وبتقوله ان عمرها ما هتسيبه، فبيزقها يأذن وبيطلب منها انها تبعد عنه، وبيترعب لما بيشوف والدته وهي بتجيب المقص من العربية وبتقرب منه. وبعدها بتتصل اسيف على سيف وبتطلب منه انه يروح لها البيت، فبيوصل سيف بسرعة وبيسألها عن يأذن، وبيتصدم لما اسيل بتقوله انها قتلته وبتوريه الخصلة من شعره، وده لانه كان عايز يعيش معاها ومش معاها. فبينهار سيف وبيزقها على الترابيزة وبيفتح دماغها وبيخنقها وهي واقعة على الارض. في نفس الوقت يأذن بيدخل عليه وبيشوفه وبيقتل والدته، فبيتفاجئ سيف وبيحضنه، لكن يأذن بيزقه وبيجري على اسيل وبينادي عليه وهو مرعوب. وفي الوقت ده بتسمعه نادين وسالم وبيتصدموا لما بيشوفوا اسيل وهي واقعه على الارض ومجروحه، وبيتصلوا على الاسعاف، وبينهار سيف وبيفضل يعيط لحد ما الشرطه بتوصل وبتقبض عليه. وبيمر شهرين وبنشوف اسيل وهي قاعده مع المحامي وبيقول لها ان سيف وافق على كل شروطها وانه ممنوع يقرب لهم لمده 6 شهور. وبعدها بيخرج سيف من السجن وبيرجع المكتب بتاعه وبيلاقيه متبهدل وفي انذار بالطرد. وفي الوقت ده بيروح عماد لأسيل عشان يطمن عليها، لكنها مش بتدي له فرصة وبتقفل الباب. وبتروح تيها لوالدها وبتطلب منه يساعدها ويديلها فلوس، وده لأنها مش لاقية تاكل. وبتدافع عن سيف وبتقوله إن أسيل هي اللي لعبت بيه، لكن عماد مش بيصدقها ومش بيوافق يساعدها طول ما هي مع سيف. وبتتفاجئ أسيل لما بترجع البيت مع ابنها وبتلاقي أصحابها عاملين لها عيد ميلاد، وبتروح لها جمانة وبتطلب منها إنها تسامحها ويرجعوا أصحاب زي الأول. فبتقول لها أسيل إنهم صحاب في الشغل وبتحضنها، وبتبقى مبسوطة لما بتلاقي كل اللي بتحبهم حواليها. وبتتضايق تيها لما بتخرج مع والدتها وبتلاقي كل الناس بيبصوا عليها بيتكلموا، وعشان كده بتقرر انها تسافر هي وسيف لامريكا. وبتشوفهم اسيل هما بيركبوا العربيه، وبيتحرك سيف ومش بيقدر يبص في عين اسيل. وبعد سنتين بترجع تيا وسيف من امريكا وبيجهزوا الحفله كبيره وبيبعتوا الدعوه لكل اصحابهم. وبتتفاجئ اسيل لما بتشوف دعوه يزن، وبتعرف ان سيف خلف بنته وعمل حفله علشانها، وبتديها ليزن وبتساله ان كان هيروح، فبيقول لها انه هيفكر بعدين. وتاني يوم بتروح اسيل لجمعيه خاصه بالمراه وبيبقى موجود هناك نوره، واللي بتتعمد تضايق اسيل وبتعزم الناس على حفله بنتها. وبيخرج يزن من المدرسه بيتفاجئ لما بيشوف والده قدامه وبيبقى راكب عربيه غاليه جدا، وبيحضن سيف ابنه اول ما بيشوفه، وبعدها بيخرجوا سوا. لكن بيظهر على يزن انه مش عارف يتكلم مع والده، وبيلاحظ سيف وبيعرفه انه مش هيرجع لامريكا تاني وانه يفضل معه على طول. وبعدها بيوصل يزن للبيت وبيتعمد انه يقف عشان اسيل تشوفه، واللي بتقوله انها كانت تتمنى ان عمرها ما تشوفه تاني. فبيقولها سيف انه يتمنى ان السنتين اللي فاتوا يكونوا طفوا الحقد اللي في قلبها. فبتتعصب اسيل خصوصا لما بيقولها انها زي ما هي ما اتغيرتش حتى شكلها وطريقه لبسها. فبتطلب اسيل منه انه يحترم نفسه وبيكلمها، وبتسيبه وبتدخل. فبيروح سيف عند نادين واللي بتتفاجئ لما بتشوفه، وبيسالها سيف عن الطفل اللي معاها وبيعرف انه ابن اختها. فبيقولها سيف انه راح لها عشان يشوفها وبيطلب منها انها تروح الحفله. فبترتبك نادين وبتقوله انها مضطره تدخل عشان الولد. وبعدها بيقابل سيف سالم واللي بيستغرب من معامله سيف ليه، وده لانه بيقول انه نسي كل حاجه، وبيأكد عليه انه يروح الحفله، وده لان ناوي يعرفه على ناس مهمه. وبنعرف ان سيف قدر يبني نفسه من الصفر في امريكا لحد ما بقى مهندس عالمي وبقى غني جدا. وبتجهز اسيل القميص اللي يزن هيلبسه في الحفله، لكنها بتتفاجئ لما بيقول لها انه مش هيروح لانه هيخرج مع ماريا صاحبته. فبتلعب اسيل معاه وبتبقى مبسوطه جدا. وتاني يوم بيروح سيف المستشفى عشان يزور جومانا واللي بتتبسط جدا لما بتشوفه. ولما بيخرج من عندها بيقابل اسيل واللي مش بترضى ترد عليه وبتسيبه وبتدخل مكتبها. وبنشوف تيا وهي قاعده مع والدتها وبتبقى متضايقه منها بسبب انها بتدعي ناس كتير على الحفله، وده لان نور عايزه تثبت لهم ان جوز بنتها ناجح وتتخلص من الفضيحه اللي حصلت لهم. لكن تيا مش بيعجبها راي والدتها، وده لانها شايفه ان الناس دول كذابين بسبب انهم كانوا بيتكلموا عليهم وظلموهم. وفي الوقت ده بنشوف سامر وهو بيقابل سيف واللي بنعرف انه دفع الكفاله بتاعته وخرجه من السجن، وبيظهر انهم متفقين عشان ينتقموا من اسيل. وبيتضايق يزن لما بيسمع كنان اخوتيا وهو بيتكلم عن والده، وبيتعمد كنان انه يضايق يزن وبيفهمه ان سيف بيحبه هو. والتاني يوم بتروح اسيل مكتب المدير بتاعها، ساعتها بتلاحظ الدعوه بتاعت سيف لكن المدير مش بيرضى يعرفها. وبعدها بتقابل اسيل جومانا واللي بتعرفها انها مش هتروح الحفله بتاعت سيف، على الرغم من ان اسيل بتطلب منها انها تروح وده لانه صاحبها، لكن جومانا بتصر على رأيها وبتقول لها انها تشوفه في اي وقت عادي. وبتتصل نور على نادين وبتأكد عليها الميعاد، وبتحتار نادين، لكن سالم بيبقى متحمس وبيقول لها ان سيف نسي الماضي خلاص. وبتضايق اسيل لما بتروح لها واحده من اعضاء الجمعيه وبتبقى عايزه تتكلم عن نوره وبنتها، لكن اسيل مش بتديلها فرصه وبتقول لها ان عندها اجتماع. وبعدها بتروح المكتب بتاع ايمن وبتعترف له انها متعصبه من ساعه ما سيف رجع، وبتحس اسيل براحه بعد ما بتعترف. فبيطلب ايمن منها انها تتعامل مع التغيرات الجديده وبيعزمها على العشاء. فبتعتذر له اسيل وبتقول له انها تتعشى مع ابنها، لكن
يزن بيتصل عليها وبيقولها انه هيروح عند صاحبه هو ومايا، فبتوافق اسيل وبتتصل على ايمن وبتوافق انها تخرج معاه. وبيتفاجئ يزن لما بيخرج من السينما وبيلاقي والده مستنيه وبيطلب منه يروح معاه البيت، فبيقوله يزن انه هيروح عند صاحبه، لكن سيف بيصر انه يروح معاه وبيقوله انه هيكلم والدته وهيعرفها، فبيوافق يزن بعد ما بيفتكر كلام كنين. وبعدها بتبدا الحفله وبتنزل تيا وبنتها وبتستقبل الضيوف. في الوقت ده بتتصدم اسيل لما سيف بيبعت لها صوره يزن وهو معاه ومع مراته، فبتتصل اسيل على ابنها لكنه مش بيرد بسبب ان تليفونه بعيد ومش بيرضى سيف انه يرد عليها. وبتتبسط تيا لما نادين وسالم بيروحوا الحفله، وبيقول لها سيف انه قال لها ان كل حاجه هتبقى كويسه، وبتقرر اسيل انها تروح لسيف وتاخد ابنها منه. واللي في الوقت ده بياخد يزن وبيفرجوا على الاوضه بتاعته، وبيقولوا سيف ان البيت كله بتاعه، فبيتبسط يزن جدا لكنه بيتضايق لما كنان بيدخل عليه وبيقولوا ان الاوضه بتاعته هو وهو اللي بينام فيها. وبتوصل اسيل الحفله وبيعرف سيف من سامر، وعشان كده بيقرر يتكلم قدام المعازيم وبيشكر تيا على وقفته جنبه وانه بيقول لاي حد ظلمه انه غلطان. وبتسمعه اسيل وهي بتتكلم وبتقول انها جايه عشان تاخد ابنها، فبتكلمها تيا وبتبقى عايزه تحرجها وبتسالها ازاي راحت الحفله من غير دعوه. وبتتصدم تيا لما اسيل بتوريها الدعوه بتاعتها، وبتتعصب تيا جدا وبتسيب الحفله وبتدخل اوضتها. وبعدها بتشوف اسيل جومانا واللي بتحاول تدافع عن نفسها، لكن اسيل بتسيبها وبتدور على ابنها. وبتطلع نورا لتيا وبتطلب منها تنزل الحفله وما تسيبش فرصه لاسيل انها تحقق اللي هي عايزاه، ولازم تبين لها انها صاحبه البيت، فبتسمع تيا كلامها وبتنزل. وفي الوقت ده بتشوف صاحبه امل سامر وهي في الحفله، فبتبعت لامل رساله وبتعرفها. وبتدور اسيل على ابنها في البيت كله، وبتتصدم لما بتدخل اوضه النوم بتاعت سيف وبتلاقي نفس الروب اللي كان هو جايبه لها، ومش بس كده لكنها بتلاقي نفس البرفان بتاعها والروج. وبعدها بيدخل سيف عليها وبيقول لها انه حاليا بيعيش حياه مختلفه سعيده، فبتساله اسيل عن سبب رجوعه، فبيقول لها انه رجع عشان ابنه. وبتتفاجئ تيا لما بتشوفهم وبتساله عن اللي بتعمله في اوضه نومها، فبتطلب اسيل منها انها تسال جوزها، فبتتعصب تيا على سيف وبتقوله انه كل اللي حصل بسببه. وفي الوقت ده بيتخانق يزن مع كنان، وده لانه بيعايره ان والدته جه تاخده، فبيتعصب يزن جدا على والدته وبيقول لها انها احرجته قدام صحابه وان عمره ما تخيل انها تروح وتجيبه. فبتفتكر اسيل لما كان اهلها بيتخانقوا قدام صاحبتها وانها كانت بتبقى محرجه جدا، وعشان كده بتكتشف غلطها وبتعتذر ليزن وبتقوله انها مش هتعمل كده تاني. وبيكذب سيف على تيا وبيقولها ان اسيل هي اللي كانت عايزه تشوفه. وتاني يوم بتجهز نورا عشان تروح لنادين، وبيظهر انها عايزه تنتقم من اسيل. واللي في الوقت ده بتتضايق لما سيف بيروح لها البيت وبتطلب منه انه يخرج قبل ما تتصل على الشرطه، فبيلاحظ سيف انها ما غيرتش اي حاجه في البيت، وبيقول لها ان ده معناه انها لسه ما نسيتوش، فبتقول انها مش مضطره تغير اي حاجه عشان تنساه. وبتساله عن نفس الروب اللي اشتراه لتيا، فبيقول لها ان ده كان صدفه، فبتقوله اسيل انها مش عايزه تتخانق معاه ومش عايزه تدخل ابنها ما بينهم، فبيسيبها سيف وبيطلع لابنه. واللي بيفتكر كلام كنان واللي قال له ان اخته مش هتقبل انه يقعد في البيت، وبيعتذر يزن لوالده وبيقوله انه مش هيخرج معاه، وده لانه هيخرج مع والدته ايمن. فبيتضايق سيف وبيدخل اوضه اسيل وبيفتكر علاقتهم. وبعدها بيتصل على تيا وبيقول لها انه هيعمل لها مفاجاه. وفي الوقت ده بتوصل نورا لبيت نادين وبتشوف اسيل مع ايمن، وبتقول لها انها هتزور نادين صاحبتها، فبتستغرب اسيل لكنها مش بترد عليها. وبتتصدم جومانا ونادين لما بيشوفوا نورا واللي بتكذب عليهم وبتقول لهم انها كتبت لها رساله بالليل لكنها نسيت تبعتها. وبتتفاجئ تيا لما بتروح المكان اللي سيف عزمها عليه وبتشوف اسيل، واللي بتطلب من ابنها يقعد مع اخته وابوه لانه هيتبسط، فبيمدحها ايمن وبيقول لها ان كل المشاكل اللي بينها وبين ابنها هتختفي. وبنشوف جومانا وهي متضايقه من نورا، وده لانها بتحاول توقعه مع اسيل، وبتفكر نادين باللي حصل وانها كانت السبب في خلافها مع سالم. وبتتفاجئ نادين لما نورا بتقول لها انها هتساعدها عشان تعرض شغلها في بازار الجمعيه، وبتطلب سيا من سيف انه لازم يعرفها بعد كده عشان تجهز نفسها قبل ما تشوف اسيل، فبيوافق سيف. وبعدها بيقف قدام ابنه وهو بيركب الخيل، وبيتضايق لما يزن بيقوله ان ايمن هو اللي علمه. وفي الوقت ده بتكون اسيل في الاسطبل، فبيروح سيف وراها وبيبقى عايز يكلمها بغصب عنها، وبيسال عن ايمن وبيقولها انها بتدخل راجل غريب على حياه ابنه، فبتعرف اسيل انه غيران. وفي الوقت ده بتشوفهم تيا وبتنادي على سيف، واللي بيحاول انه يبرر لها وبيقولها ان اسيل كانت بتساله عن السبب اللي خلاه يرجع، وده لانها مش متعوده على وجودهم، فبتصدقه تيا وبتقوله انها عايزه تمشي. وتاني يوم بتدور على الاسوره بتاعتها، وبتتفاجئ لما بتلاقي الاسوره بتاعت سيف، وبيظهر انه كان بيكذب عليها ومفهمها ان يزن هو اللي جايبها له. وبيفتكر سيف اليوم اللي اسيل جابتها له، وبتلبس تيا الاسوره لسيف عشان ابنه ما يزعلش منه. وبتحاول جومانا انها تدافع عن نفسها قدام اسيل وبتقولها انها ما كذبتش عليها، لكن اسيل مش بتصدقها وبتعاملها بطريقه وحشه. وبعدها بيتصل سيف على جومانا وبيطلب منها انها تخرج معاه بالليل، وبتتفاجئ لما بتعرف ان مدير المستشفى يبقى موجود، وعشان كده بتوافق على طول. وبعدها بيشوف سيف صور اسيل على تليفون التاني، وبيظهر انه بيراقبها وبيتضايق لما بيشوف صورتها مع ايمن. وفي
الوقت ده بيروح سامر لأمل وبيقول لها انه دور عليها كتير. فبترتبك أمل وبتقوله ان اللي بينهم خلص، وبتتعصب عليه جدا لما بتعرف انه عايز ينتقم من أسيل وبتطرده من المطعم. وبعدها بتتصل على أسيل وبتعرفها ان سامر بيشتغل مع سيف، فبتطمنها أسيل وبتطلب منها تبلغ عنه لو قرب منها. وبتتفاجئ أسيل لما بيجي لها ورد صناعي من سيف وبيبقى موجود فيه صورة أوضة يزن، فبتروح له أسيل البيت وبتدي الورد لتيا واللي بتحاول انها تداري ضيقها، وبتضحك على أسيل عشان جوزها بعت لها ورد صناعي وبتقول لها انه مزيف زيها، لكن أسيل بتعصبها وبتقول لها انه بعت لها ورد ابيض وان هي عارفه كويس معنى ده ايه. فبتضايق تيا جدا وبترمي الورد على الارض وبتقفل الباب. وبعدها بتكلم والدتها واللي بتبقى عايزه تكلم سيف، لكن تيا بترفض وبتقول لها انها واثقه في جوزها. وبيظهر ان نورا بتكره أسيل جدا وبتبقى عايزه تنتقم منها باي طريقه. وفي الوقت ده بتكون جومانا بتتعشى مع سيف، وبتتصدم لما بيطلب من مدير المستشفى انه يشيل أسيل من منصب رئيسه الاطباء ويخلي جومانا مكانها، وده كله مقابل انه يتبرع بمبلغ كبير جدا للمستشفى. فبيقول المدير ان الموضوع مش بايده وانه لازم يتكلم مع صاحب المستشفى. وبتترعب أسيل لما بتشوف واحد بيجري في الجنينه وبعدها بيكسر الشباك، وبتلاحظ أسيل الطوبه اللي اتحدفت واللي بيبقى موجود فيها ورقه مكتوب عليها انه مش هيخليها تنام. فبتتصل أسيل على الشرطه وبتقول الضابط انها شاكه في سامر وده لانها كانت بتساعد زوجته. فبيطلب الضابط منها انها تقوله على اسمه وعنوانه. في الوقت ده بتوصل نادين هي وسالم، وبتتفاجئ لما بتشوف الشرطه عند أسيل وبتبقى عايزه تطمن عليها، لكن سالم مش بيدي لها فرصه وبيقول لها انهم مالهمش دخل بيها وكفايه اللي حصل لهم من وراها. وبيوصل سيف البيت وبيتفتحوا تيا في موضوع الورد اللي بعته لأسيل، وان هو بالشكل ده بيخليها ترجع تتدخل في حياتهم. فبيقول لها انه عمل كده عشان ابنه، وانه يعرفها ان ليه اوضه في بيت ابوه، وده لانه حاسس بالذنب وان ابنه مش قادر يتعامل معاها زي الاول. فبتصدقه تيا وبتقوله انها فاهماه. وبيقلق سيف لما يزن بيرن عليه وبيحكي له اللي حصل، وعشان كده بيروح لبيت أسيل على طول. واللي بتتضايق لما بتشوفه وبتقوله انها خلاص اتصلت بالشرطه ومش بتبقى عايزاه يساعدها، لكنها بتضطر تتراجع لما يزن بيطلب منها ومن والده انهم يبطلوا خناق. وبتتصدم أسيل لما بتلاحظ ان سيف لابس الاسوره بتاعتها واللي بيطلب منه انه ينام في بيته. فبيرفض يزن وبيقوله مش هيسيب والدته لوحدها، وبيعرض على والده ان هو اللي ينام معاهم، لكن أسيل مش بتوافق وبتقول يزن ان ابوه لازم ينام في بيته، لكنها بتوافق ان سيف يقعد معاه لحد ما ينام. وبتتاثر أسيل لما بتسمعهم يتكلموا وبتحس ان ابنها مبسوط بوجود ابوه. وبتتفاجئ نادين لما بتشوف سيف وهو خارج من عند أسيل، وبتقرر تروح لها من ورا سالم عشان تطمن عليها. فبتشكرها أسيل على اهتمامها، وبتفضل تيا مستنيه سيف ومش بتبقى مصدقه اللي حصل، وبتقوله ان أسيل عملت كل ده عشان يروح لها، لكن سيف بيدافع عنها وبيقول لها ان ابنه اللي كلمه وانه واضح فعلا ان في حد بيهددهم، وبيقول لها انه اتربى من غير اب عشان كده بيعرف يعني ايه الانسان يبقى من غير ظهر، ومش عايز ولاده يمروا باللي هو مر بيه، وعشان كده هو هيفضل جنبهم ومعاهم دايما. فبتتاثر تيا وبتقوله انه احلى اب في الدنيا. وتاني يوم بتقابل جومانا سيف وبتقوله انها مش هتقدر تعمل اللي هو عايزه وتاخد مكان أسيل. فبيطلب سيف منها انها تفكر كويس وما تاخدش القرار بطريقه انفعاليه. فبترجع جومانا للمستشفى وبتشوف صورتها جنب أسيل، وبعدها بتدخل مكتب المدير وبتتفاجئ لما بتشوف أسيل وبتبقى عايزه تخرج، لكن المدير بيوقفها وبيعرض عليها المشروع اللي أسيل بتفكر فيه، وهي انهم يجهزوا القاعات اللي في الدور الاخير ويزودوا الغرف اللي في المستشفى. وبتتبسط جومانا لما أسيل بتمدحها قدام المدير وبتقول له انها كانت فكرتها. وبتضايق نورا لما بتعرف ان سيف راح بيت أسيل وبتطلب منه انها تقابله، بيقول لها انه كان بيشوف ابنه وانه مش مضطر انه يبرر لها. فبتقول نورا ان كل الناس بتتكلم من وراهم وانها خايفه على سمعتهم، وبتطلب منه يفتكر اللي هم عملوه ويبعد عن أسيل، وده لانها عايزه تاذيه لحد اخر يوم في حياته. وفي الوقت ده بيتخانق يزن مع كنان، وده لانه بيتهمه انه سرق السماعات اللي سيف جابها له هديه. وبتدافع مايا عن يزن وقدام المدرسه بتاعتهم، واللي بتتصل بأسيل وسيف عشان يروحوا المدرسه. في نفس الوقت اللي عماد بيروح في لسيف وبيلومه بسبب انه بيتصرف من دماغه وعايز يتبرع بكل الفلوس للمستشفى، لكن سيف بينجح في انه يقنعه بفكرته وبيقول ان ده عمل خير كبير. فبيطلب عماد منه انه يبقى يعرفه بعد كده وما يتصرفش من دماغه. وفي الوقت ده بتتكلم جومانا مع المدير على العرض بتاع سيف، وبتسمعهم سكرتيرة أسيل وهما بيتكلموا. وبيوصل سيف للمدرسه وبتقول المشرفه ان في مشكله بين كنان ويزن واللي بتخليهم دايما يتخانقوا مع بعض، فبيوعدها سيف انه هيحل الموضوع. وبعدها بياخد يزن معاه وبيطلب منه يركب العربيه بتاعته. فبتضطر أسيل انها توافق، لكنها بتبقى متضايقه جدا وبتدافع تيا عن يزن قدام والدتها واللي بتبقى شايفاه انه مجنون زي أسيل. فبتتعصب تيا وبتقول لها ان يزن شبه سيف جوزها، لكنها بتتضايق لما بتعرف ان سيف هيروح بيت أسيل، واللي بتحاول انها تتكلم مع يزن بالراحه، لكنه بيتعصب لما بيحس انها بتتهمه ان هو اللي سرق السماعات. فبيدخل سيف وبيقول انهم واثقين فيه. وبعدها بتتخانق أسيل معاه وبتقول انه من ساعه ما رجع وحياه ابنهم باظت وبقى بيتخانق كل يوم، وانها مش هتسمح له ان ابنها يتحمل مسؤوليه افعاله. فبيطلب سيف منها انها ما تتدخلش بينه وبين ابنه، وبيزعل يزن وهو بيسمعهم بيتخانقوا. ولما بيدخل اوضته بيفتح الشنطه
بيطلع السماعات واللي بيظهر انه سرقهم فعلا. وبتخرج جيمان هي ونادين وبيحضروا اجتماع اعضاء الجمعيه، وبيظهر على نادين انها مش مرتاحه، خصوصا لما بتشوف تيا، واللي بتتصدم لما بتشوف امل وهي بتشتغل في المطعم. وفي الوقت ده بيروح ايمن عند اسيل عشان يطمن على يزن، وبيطلب منه يتكلم معاه في اي وقت هو عايز، ساعتها هو هيبقى صريح معاه، وبيوعده انه هيحافظ على اسراره. وبيتفاجئ اعضاء الجمعيه لما تيا بتدفع لهم الحساب وبتجيب لهم كلهم هدايا، لكن نادين مش بتقبلها وبتقول لها انها مش بتحب الاكسسوارات. فبتتعصب تيا جدا، خصوصا لما كل الاعضاء بيمشوا وبيسيبوها هي ووالدتها. وبتتصل السكرتيره على اسيل وبتحكي لها على سمعته من المدير، وبتعرفها انهم ناويين يخلوا جومانا رئيسة الاطباء. وبتتخانق تيا مع امل وبتتهمها انها بتشتغل في المطعم عشان تراقبها، وبتحذرها من انها تتجاوز حدودها معاها والا هتعمل فيها اللي جوزها ما عرفش يعمله. وفي الوقت ده بيصورهم سامر وهما بيتخانقوا، ومش بترضى امل انها تقف معاه وبتسيبه وبتمشي. وبتحاول نادين انها تمنع جومانا من انها تاخد مكان اسيل، وبتحذرها من سيف وبتقول لها انه عايز ينتقم منهم، لكن جومانا بتبقى واثقه فيه وده لانه صاحبهم. فبتسالها نادين ان كانت هتقدر تبص في وش اسيل لو خدت مكانها. فبتتعصب نادين وبتفكرها باللي اسيل عملته معاها، وساعتها كانت بتبص في عينها بوقاحه، وبتقولها جومانا ان هي اقل واحده فيهم بتغلط. فبتزعل نادين من كلامها وبتنزل من العربيه. وبنشوف نوره وهي متعصبه من نادين بسبب اللي عملته على العشاء، وبتطلب من تيا انها تاخد يزن من والدته وتخليه يعيش معاها عشان تبعد سيف عن اسيل وما يشوفهاش تاني ابدا. فبترتبك تيا ومش بتقدر ترد على والدتها. في الوقت ده بتكون اسيل في البيت وبتقلق لما حد بيخبط عليها، وبتلاقي ورقه تحت الباب مكتوب فيها انها لازم تمشي من البيت والا هيحصل لها حاجه مش هتعجبها. وبتتعصب تيا وهي بتحكي لسيف اللي حصل في العشاء، لكنها بتتبسط لما بيقولها انه بيحبها لانها غير صحابه وده لانها ذكيه وقويه. وبتتبسط اكتر لما بيوعدها انه يحضر البازار وهيبقى معاها. وتاني يوم بيبعت سيف رساله لسالم وبيطلب منه يقابل المستثمر اللي عرفه عليه عشان يعرض عليه شغله. فبيفرح سالم جدا، وبتقرر اسيل انها تحط كاميرات قدام البيت، وبتطلب منها نادين انها تكلمها لو احتاجت مساعده. وفي الوقت ده بيدخل سيف عليهم وبيبقى عايز يحرج نادين، وبيسالها عن العشاء اللي كان مع مراته، لكنه بيتضايق من رد نادين وده لانها بتقول انه كان ممل، وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبتحاول اسيل انها تمنع سيف من انه يدخل، واللي بيقول لها ان اللي بتعمله مش هيحميها. فبتعصبه اسيل وبتقول انها بتفكر تتجوز عشان يبقى معاها راجل يحميها. فبيسيبها سيف وبينادي على ابنه، وبيقترح عليها انه يخلي يزن يعيش معاها الفتره دي. فبتقول له اسيل انه مستحيل، لكنها بتوافق انها تسال ابنها. وبتتبسط جدا لما بيقف في صفها، وبيقول والده انه مش هيقدر يسيب امه لوحدها. وبتتبسط جدا لما بيقف في صفها. وبيحاول ايمن انه يتكلم مع جومانا عن عرض سيف، فبتتعصب جدا وبتطرده من المكتب. وبعدها بتروح لاسيل وبتحكي لها على عرض سيف، وبتقول لها انها رفضته على الرغم من تصرفاتها معاها، وانها كانت ممكن تكلمها بدل ما تبعت لها ايمن. فبتتخانق اسيل معاه وبتطلب منه ما يتدخلش في حياتها تاني. فبيحاول ايمن يتكلم معاها لكنها مش بتديله فرصه وبتخرج. وفي الوقت ده بيكون سيف مع سامر واللي قدر يجيب له معلومات عن ايمن، وبنعرف انه كان متجوز وعنده ابن لكنهم ماتوا في حادثه. فبيطلب سيف من سامر انه يراقبه ويحط عينه عليه، وبعدها بيروح المستشفى. وساعتها بتقابله اسيل وبتساله عن سبب وجوده، وده لانها ما كانش بيروح لها المستشفى كتير كده وهم متجوزين. فبيقولها سيف انه هيشوفها كتير بعد كده، فبتضايقه اسيل وبتقوله ان ده كويس، وده لانها كل ما بتشوفه بتشكر ربنا الف مره انها خلصت منه. فبيتضايق سيف وبيقرر انه يعصب ايمن، واللي بيقوله انه كل ما بيروح لحته بيشوفه. وبعدها بيرجع سيف للبيت وبيتبسط بالمفاجاه اللي تيا عملتها له، وده لانها اشترت له هدوم واليزن. وفي الوقت ده بتقابل نورة اعضاء الجمعية وبتسمعهم وما بيتكلموا عن سيف، وبتعرف انه عايز يشيل اسيل من المنصب بتاعها. وبتضايق نورة لما واحدة من الموجودين بتمدح في اسيل وبتقول عليها انها نظيفة وشاطرة. وبتطلب نورة من امل انها تفضل واقفة وبتغلط في اسيل قدامها، وبعدها بتهنها وبتفكرها بالدواء اللي كانت بتاخده عشان تراقب بنتها. فبتحرجها امل وبتقولها انها راحت المستشفى من سنتين وحكت اللي حصل، وانها مش مضطرة تتناقش معاها في موضوع اتقفل من زمان. وبتخرج نادين مع جومانا عشان تصالحها بعد اللي حصل. وبتتأثر نادين لما بتعرف انها حاسة بالوحدة وان مفيش حد حاسس بيها ولا عارف ايه هي طموحاتها. وبتقولها جومانا مش معنى انها مش بتحكي مشاكلها انها كويسة. فبتعتذر لها نادين وبتقولها انها ما كانتش مستوعبة ان الموضوع مأثر فيها. فبتقبل جومانا اعتذارها وبتقولها ان هي كمان زعلانة عشان ضايقتها. وفي الوقت ده بيوصل سالم للمكان اللي سيف قال له عليه، لكنه بيعتذر له وبيقوله ان الميعاد اتلغى. وفي الوقت ده بتظهر واحدة بتشتغل في المطعم وبتفضل تبص لسالم كتير، وبعدها بتبعت له نادين الرسالة وبتطلب منه انهم يخرجوا بره عشان يتعشوا. فبيبعت لها سالم عنوان المطعم اللي هو فيه. وبنشوف يزن وهو في المدرسة وبيلاقي كنان السماعة بتاعته، وبيطلب صحابه منه انه يعتذر ليزن، لكن كنان بيقرر انه يضايقه وبيقول له انه هيتصل على سيف عشان يعرفه. وفي الوقت ده بتفتكر اسيل القلم اللي ايمن كان جايبه لها هديه، وبتتاثر وبتروح للمكتب
المكتب عشان تصالحه، لكنها بتتصدم لما بتلاقي يزن عنده وبتطلب منه يروح المكتب بتاعها، وبعدها بتتخانق مع ايمن وده لانه بيقابل ابنها من غير ما يعرفها، فبيقولها انه كان بيتكلم معاها عادي، لكن اسيل مش بتهتم بكلامه وبتزعق لابنها لانه كذب عليها، فبيتضايق يزن وبيقولها انه عايز يروح لوالده، وبيتبسط سيف جدا لما بيتصل بيه وبيعرفه، وبعدها بيروح المستشفى وبياخد يزن، وبتحاول اسيل انها تتعامل عادي، وبتطلب من ابنها انه ما يسهرش لو هيبات عند والده، وبتجهز هي الاكل اللي يزن بيحبه، وبتبقى مبسوطه جدا وهو عندهم، وبتخرج نادين مع سالم واللي بيفضل مركز مع البنت اللي في المطعم، وبيتحجج انه هيدفع الحساب عشان يتعرف عليها، وبيعرف ان اسمها دينا، وبيطلب ايمن من اسيل انه يتكلم معاها، وبيقول لها ان اللي بيحصل بينها وبين سيف بيأثر على ابنهم، وان يزن كان محتاج انه يتكلم مع حد محايد عشان يساعده، فبتقوله اسيل انها موافقه على كل اللي بيقوله لكن اللي عمله ما كانش صح، وان ممكن كان يفهمها لو عنده اولاد، فبيزعل ايمن من كلامها وبيسكت. وفي الوقت ده بيصورهم سامر وهم قاعدين مع بعض، وبتتعشى تيا مع يزن وزوجها، وساعتها بتفتكر كلام والدتها واللي كانت بتقنعها انها تخلي يزن يعيش معاهم، وعشان كده بتحاول تيا انها تتكلم معاه كويس وتخليه يقرب منها، وبتقوله انها بتحب والده جدا وبتحب اي حاجه هو بيحبها، وعشان كده هي مش هتاثر على علاقته بوالده، وان هي كمان مبسوطه انه موجود لان بنتها عندها احسن اخ. وبعدها بتكلموا عن كنان وبتقوله ان شويه هيبقوا صحاب. وفي الوقت ده بنشوف سامر وهو بيقتحم بيت اسيل وبيكسر الكاميرا اللي قدام الباب، فبتتصل اسيل على ايمن عشان يلحقها، وبتسمع نادين وهي بتصوت، وبيخنقها سامر وبيبقى عايز يموتها، لكن اسيل بتلحق نفسها وبتضربه على دماغه. وفي نفس الوقت اللي نادين بتدخل عليها بيفوق سامر وبيزقهم هما الاثنين وبيهرب، وبعدها بتوصل الشرطه وبيتصل يزن على اسيل، لكنها مش بترضى ترد عليه عشان ما تقلقوش، لكن يزن بيقلق جدا وبيبقى عايز يرجع البيت، لكن اسيل بتتصل عليه وبتحاول تبان كويسه، وبتطلب منه يبات عند والده عشان يوصله للمدرسه الصبح، وبتنهار اسيل لما بتقفل معاه، وبعدها بتشكر نادين على وقفتها جنبها. وفي الوقت ده بيرجع سالم للمطعم عشان يقابل دينا، وبتتصل نادين عليه وده لان ايديها بتوجعها جدا بسبب الوقعه، لكنه مش بيرد عليها، وبيفضل يزن قلقان وبيطلب من والده انه يرجعه البيت، فبيوافق سيف وبيتصدم لما بيرجع وبيلاقي ايمن، وبيقلق يزن جدا لما بيشوف الازاز المكسور، وبتطمنه اسيل وبتطلب منه يطلع اوضته وبتقوله انها تحكي له كل حاجه، وبيرتبك سيف لما بيعرف اللي حصل لها وبيسالها كانت كويسه، فبتقوله انها عايزه ترتاح، فبيطلع سيف وراها وبيطلب من يزن انه يقعد عنده، وبيقول لاسيل انهم مش في امان، فبتطلب منه انها تتكلم معاه بعيد عن ابنهم، وبتقوله انها كانت عايشه هي وابنها كويسين وان ده ما حصلهاش غير لما هو رجع، فبيقول لها سيف انه لازم يحمي ابنه وانه هياخده معاه، فبتمنعه اسيل وبتطلب منه انه يمشي، فبيتعصب جدا وده لانها بتطرده هو وبتسيب ايمن في البيت. وفي الوقت ده بينادي يزن على والدته وبيطلب من والده انه يرجع بيته، فبيتخانق سيف مع ايمن وبيساله كان مقرر يفضل موجود في بيت ابنه، فبيقول له ايمن انه الاحسن انه يرجع لبيته. وفي الوقت ده بتتصل تيا على سيف، فبتقوله أسيل إنه لازم يرجع لبيته ويبقى مع مراته وبنته، وبيرجع سالم للبيت وبيتفاجئ لما بيشوف ايد نادين واللي بتحس ان في حاجه غلط بعد ما بتشم ريحه بقه وعرفت انه كان بيشرب، ومش بس كده لكنه كمان قلع الدبله بتاعته، وبيحاول سالم انه يقرب منها لكنها بتبعد عنه وبتدخل اوضتها. ولما بيخرج سيف من عند اسيل بيتصل على سالم لكنه مش بيرد عليه، وبتتعصب تيا جدا بسبب ان جوزها مش بيرد عليها. ولما بيطلع النهار بنشوف سيف قدام بيت اسيل عشان يحميها، وساعتها بيفتكر اول يوم اشتروا في البيت ودخلوه سوا، وبعدها بيرجع لبيته وبيلاقي تيا وبنته نايمين، فبينام في الصاله وبيفوق على صوت تيا واللي بتتفاجئ لما اهلها بيروحوا لها، وبيعرفوا من سيف اللي حصل لاسيل، فبيقول له عماد انه هيتصل على واحد يعرفه في الداخليه عشان يساعدهم، وبيعتذر لهم سيف عشان يوصل ابنه للمدرسه، وبتطلب نورا انه ياخد كنان معاه. وفي الوقت ده بتجهز اسيل الفطار وبيقول لها يزن انه مش عايز يروح المدرسه ويسيبها، فبتطلب منه انه يجهز وده لانها تروح المستشفى، وبيتفاجئ يزن لما بيفتح الباب وبيلاقي كنان، وبتقابل جمانة سيف وهي خارجه من عند نادين، وبتقول لسيف ان يزن باين عليه مش كويس وده لانه كان بيزور ايمن في المستشفى، فبيتعصب سيف وبيقول لها انه مش له فرصه يقرب من ابنه، وبيعتذر كنان ليزن وده لان والدته طلبت منه انه يعمل كده. وبعدها بيدخل سيف عليهم وبيتخانق مع اسيل بسبب ان ابنه كان بيزور ايمن، فبتساله ازاي عرف وان كان ده من ضمن خطته عشان يطردها من المستشفى، فبيقولها انها غلطانه وانه بيعمل خير، فبتقوله اسيل ان التفاهات اللي بيعملها مش هتخليها تتراجع، وبتقرر نورا انها تراقب سيف، وبتقول لبنتها انها هتتصل على الموظف اللي في الشركه وهتخليه يراقبه. وفي الوقت ده بتروح اسيل عند عماد وبتحكي له على الشرط اللي سيف شرطه على المدير بتاعها، وبتقوله انها توقعت انه ما يكونش عارف، فبيسألها ان كانت متوقعة انه هيقف بصفها، فبتضحك اسيل وبتطلب منه يخلي سيف يبعد عنها والا هتعيشهم ايام اسود من اللي عيشتها لهم من سنين. ولما بتخرج بتقابل سيف وبتسأله عن اللي عايزه منها، فبيقول لها انها ممكن تسيب البلد وتمشي لو هي مش مرتاحة، فبتفتكر اسيل الرسالة التهديد اللي كانت بتجيلها، وبتقوله انها عارفة ان هو اللي بعت لها سامر عشان يطفشها لكنها مش هتسيب ابنها وفي احلامه انها تمشي. وبتتصدم تيا لما الموظف بيتصل عليها وبيعرفها ان سيف كان واقف مع اسيل، وبيزعق عماد لسيف وبيقول انه طلب منه ياخد رأيه قبل ما يعمل اي حاجة، لازم
يتراجع عن الشرط بتاعه، وده لانه مش حلو في حقهم. وبتزعل نادين لما مشرفة البازار بتتصل عليها وبتقولها انهم غيروا المكان وان الاستاند بتاعها مش هيبقى موجود. وفي الوقت ده بيقابل سيف سالم وبيتخانق معاه وبيقول انه قال له يهدد اسيل عشان تمشي مش يأذيها، وبيهدده انه مش هيسيبه لو قرب من البيت اللي ابنه فيه. فبينكر سالم وبيقول انه ما عملش حاجه، وده لانه ما خدش فلوسه كلها منه. وبيتكلم صاحب المستشفى مع جومانا وبيقولها انه مش هيقبل عرض سيف، وده لانها رشوه وان اسيل لازم تكون في منصبها. فبتقول جومانا ان مالهاش علاقه بالموضوع ده. وبعدها بتتكلم مع اسيل وبتقول لها انها ما عندهاش اي مانع انها تبقى رئيسه الاطباء، فبتقول له انها عارفه لكن سيف بيعمل كل ده عشان يضغط عليها. وبتضايق جومانا لما بتشوف ايمن وهو جايب ورد الاسيل، وعشان كده بتبعت رساله لسيف وبتقول له ان كان عنده حق وان ايمن معجب بطليقته. وبعدها بتتصل نادين على اسيل وبتطلب منها انها تساعدها عشان تفضل موجوده في البازار، فبتطمنها وبتقول لها انها تساعدها. وبيحجز سيف عند ايمن عشان يتكلم معاها وبيحكي له عن مشكلته، وهو ان في واحد بيحاول يقرب من ام ابنه وان الحقيقه الموضوع ده بيضايقه وخاف انه يفقد اعصابه في لحظه. فبيسأله ايمن ان كان فعلا مهتم بابنه ولا غيران على طليقته، فبيرتبك سيف وبيسكت. وبعدها بيقابل اسيل وبيقولها انه هياخد ابنهم المدرسه وهيخليه يقضي اليوم معاه. وفي الوقت ده بتجهز نادين الاكل عشان سالم وبتتصل عليه، لكنه بيكون مع دانا اللي بتشوف مكالمتها وبتسيب التليفون. وبعدها بتروح اسيل عند نادين وبتعرفها انها تشارك في البازار، وبتجهز تيها شجره الكريسماس وبتطلب من يزن انه يزين الشجره في نفس الوقت اللي اسيل بتجهز فيه الشجره لوحدها. وساعتها بتفتكر لما كانت بتحتفل مع ابنها وسيف، ووقتها كانوا مبسوطين جدا، لكن حاليا سيف مع تيا ويزن بيحتفل معاهم وبيبقوا مبسوطين. تلسل الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.